بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فريق الازينه كنت سابق، خلي بالك تفرح بموضوع المستشفى بتاع كوكس ده. وبعد كده كنا راجعين مع بعض على الميركاتو، عشان انا سامع برده ان الافريقي عايز يعمل ميركاتو تقيل. ولكن تعالى نتكلم على المدرب الفرنسي بولو جوجين. طبعا يا صديقي العزيز، بولو جوجين مدرب مفروض ان هو اسم كبير. الراجل ده لا مؤاخذه يعني درب في فرنسا، بتتكلم على استاد رين، وبتتكلم على باريس سان جيرمان، وبتتكلم على ليون، وكان عنده فتره وحقبه ذهبيه في ليون. الراجل خد 3 دوري، والراجل توج بكاس فرنسا 4 مرات، يعني سواء مع ليون او مع باريس سان جيرمان. فانت بتتكلم على اسم كبير. الراجل درب منتخب عمان للشباب، ودرب منتخب عمان الاول، وكمان عدى على منتخب نيجيريا. يعني كمان عدى على منتخب نيجيريا، بس المره دي كان شغال تكنيكال دايركتور. المره دي كان شغال مع منتخب نيجيريا مدير تقني تقريبا. تقريبا كان شغال مدير تقني مع منتخب نيجيريا، وبعد كده رجع يدرب تاني، رجع يدرب في تركيا، يعني رجع يدرب بورسسبور في تركيا، وكمان درب لهوفر. بص، هو مشكلة بولو جوجين بالنسبة لي آخر تجربتين، سواء مع بورسسبور أو مع لهوفر، إن الراجل فعليا نسبة عدد المكسب زي عدد الخسارة. يعني مثلا أنت بص عليه في لهوفر، آخر تجربة ليه لعب 109 ماتش، كسب 36 ماتش، وتعادل 36 وتغلب في 37، اللي هو كوتش الجمدان، احنا مظبطين كل حاجه على بعض. يعني دي تجربه دوسور عليها ناجحه ولا فاشله. وكمان مع منتخب، مع فريق بورسسبور، لعب 34 ماتش، كسب 14 وتعادل 6 وخسر 14، اللي هو انت ايه يا اسطى؟ طب اقول لك ان انت ناجح ولا فاشل ولا ايه النظام؟ اما منتخب عمان الاولمبي فهو لعب مع ماتش واحد بس وخسره. قبلها كان مدرب منتخب عمان الاول، الكلام ده في 2011، الكلام ده في موسم 2011، درب المنتخب اكتر من كام سنه. يعني هو درب المنتخب 1622 يوم، لعب معهم 50 ماتش، كسب 20، واسمع دي، تعادل 14 وخسر 16. ايه يا كوتش؟ هو راجل اسم كبير، وبيقال ان راجل وصل تونس، بس التجارب الاخيره بتاعته كده يعني هي بتخوف. بس بالنسبه للمدربين اللي كانوا ماسكين فريق الافريقي عادي، يعني بالنسبه للمدربين اللي كان عادي. يعني انت جبت فوز البنزيرتي بعد تجارب فاشله، وبعدين لما مؤاخذه يعني التجارب الفاشله دي بتخليه تمنه ينزل وسعره ينزل، ولمؤاخذه لما يقعد معانا مش هيعلى مطالبه الماديه. انت كنت اسم كبير كمدرب، بس معلش تجربك الاخيره نوعا ما مش افضل حاجه، فما تجيش تحور علينا وما تجيش تزيد. ولمؤاخذه يعني لما نقول لك تاخد كذا يبقى تاخد كذا. وبعدين تجربه الافريقي دي تجربه ممكن ترجعه، لان الهافر انت بتتكلم على تجربه نوعا ما كانتش ناجحه بالنسبه للمدير الفني. اي نعم، هو الراجل كان ماسك فريق لهافر ده، يعني فريق لهافر ده في فرنسا، بس معلش يعني الموضوع ما كانش انجح حاجه. وبعدين اعتقد لهافر ده كان درجه ثانيه، او لهوفر، او لهو هو لهوفر يا اسطى، انا عمال اقول لهافر لهافر لهافر. المهم ان فريق لهوفر ده هو كان ماسكه، ده بيلعب درجه اولى، سوري يا صاحبي، بيلعب درجه اولى، بيلعب درجه، مش بيلعب درجه ثانيه، ده بيلعب في الليج. المهم يا صديقي، ان سواء تجربته مع لهوفر في الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه، فهي التجربه ما كانتش واو. يعني في كل حال من الاحوال نتمنى للراجل ان هو ينجح مع فريق الافريقي. حتى التجربه ما كانتش ناجحه في فرنسا، يا صاحبي، ما هو مدرب الترجي اللي جاي يكسر الدنيا في تونس، لما وصل التجربه بتاعته الاخيره ما كانتش ناجحه برضه. اي مدير فني اجنبي يقدر يروح الدوري التونسي وينجح فيه. فاتمنى لبول ان هو يرجع نجاحه مع فريق الليون، وينجح مسيره الترجي، مسيره الافريقي، لان فعلا الافريقي محتاج مدرب يقدر ان هو يرجعه. فاتمنى ان الافريقي يرجع المدرب بول، واتمنى ان المدرب يرجع الافريقي للسكه الصحيحه. تتمنى التجربه تنجح ولا تعتقدها فيستك؟ انا اتمنى تنجح بصراحه، وبيقال ان هو وصل تونس وبيخلص الماتش الاخيره في تعاقب.